يهاجم بايرن يلعب المرتدات كونتر اتاك ميمسي جبران يمشي بران متاخر يلعب كوره جول 1-0 للبافاري 1-0 لمنشن عن طريق كيميتش الطرف اليمين الجناح البافاري يلعب على انطلاقات مارسيلو على غلطات مارسيلو على طلوع مارسيلو وينسل كيميتش الظاهر الباك ويسجل جول الهدف 1-0 البافاري 1-0 بايرن ميشن وقت اللي تسرح وقت اللي بدا الريال يهاجم الاطراف وبدا يطلع مارسيلو هذا اللي يبحث عليه العجوز الثعلب يوبايفا يلعب كره كارفاخال فكر فيها بطريقه اليوفي مارسيلو جول مارسيلو جولاسو 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 ريال 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 ما احلى الريال ما اروع الريال مدريد الريال مليكي ملكي سحر العقول وملك القلوب همس وتسالوا ثم قالوا لماذا انت بطل قال انا الثاني خطيره خطيره اساسي جولاسو 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 من غدر الكوره يا الالماني اسف على غدر الزمان لطالما رقصت الاسود ولطالما بدعت الاسود ولطالما ظهرت الاسود ولطالما نجحت الاسود اي هيكس يسلم اول الماني يشوفه في حياتي يستسلم قال ماينا ماينا يا حبيبي ماينا شوف الكوره يا رفيق